كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 15 والأخير في سلسلة دروسنا ليدبروا آياته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يكون هذا اللقاء الأخير ختام المسك ومسك الختام إن شاء الله تعالى. اليوم أيها الإخوة سوف نقف عند معنى لطيف في آيتين كريمتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، يشير فيهما البيان القرآني إلى لفتة جميلة ومعنى رائع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لتأمل كتابه وأن يسددنا ويلهمنا الصواب. الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى في الآية 27 بعد 100 في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. والآية الثانية هي الآية 70 من سورة النمل التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لو تأملنا أيها الإخوة في هاتين الآيتين فإننا سنجد أن آية النمل قد حذف منها نون المضارع، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فيها: ولا تكو ولا تكو في ضيق مما يمكرون. أما في سورة النمل فإنه يقول: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فلماذا أثبت النون في آية النمل وحذفها في آية النحل؟ وأنتم تعلمون من قواعد العربية أن حذف النون في مثل هذا الموضع جائز، فلماذا أثبته في النمل وحذفه في سورة النحل؟ الحقيقة أيها الإخوة لو تأملنا سياق الآيتين فإننا نجد جوابا لهذا السؤال. الآية الأولى في سورة النحل والتي حذف منها النون من آخر المضارع، وهي قوله تعالى: ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لو تأملنا أيها الإخوة سياق الآيات التي جاءت في هذا النص فإننا نجد أن هذه الآيات جاءت في مناسبة، وهي أن كفار قريش عندما وقعت الهزيمة للمسلمين يوم أحد ومثلوا بأجساد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله المشركون بأجساد أصحابه ومنهم عمه حمزة، كيف أنه بقرت بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه، غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وأصابه الحزن الشديد عليهم، وحلف بالله سبحانه وتعالى لئن أظفره الله عز وجل عليهم ليمثلن ب70 منهم أو 100. فنزلت هذه الآيات الكريمة التي تدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يقيم ميزان العدالة معهم، وإلى أن لا يبقي في نفسه حزنا على ما أصاب أصحابه، وأن يسلم الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيها الإخوة الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لاحظوا منتهى العدل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يدعوه إلى أن يصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، لا يداخلك الحزن. ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا ينبغي أن يصيبك الضيق بسبب مكر هؤلاء الكفار، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكأن التخفيف أيها الإخوة بحذف النون في هذا النسق في هذا السياق يشير إلى إشارة، والله أعلم، يشير إشارة إلى أنه ينبغي أن يخفف النبي عليه الصلاة والسلام من حزنه الذي نزل به ومن الضيق الذي أصابه، لأنه بمعية الله سبحانه وتعالى التي قال الله عز وجل في ختام الآيات: إن الله مع الذين اتقوا
والذين هم محسنون. إذن حذف النون تخفيفا إشارة إلى أن يخفف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيقه وحزنه، لأنه مع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو المتكفل بشأنه. هذا المعنى أيها الإخوة الذي نقرأه في سورة النحل ليس هو المعنى الذي نقرأه في سورة النمل، فالسياق مختلف تماما. آيات النمل تتحدث عن محاججة الكفار في مقام المحاججة لهم والمخاصمة لهم والحجاج معهم، فالمقام مختلف، ولذلك لم يخفف بحذف النون وإنما أثبتها، لأن السياق كما قلت مختلف عن سياق الآيات التي في سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لاحظوا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إذن عندما اختلف النسق واختلف السياق جاء بحذف النون في آية النحل وأثبتها في آية النمل. وأنت أيها الأخ الكريم إذا تأملت في هاتين الآيتين وتدبرت في هذه المعاني الجليلة علمت حرمة المكر، أنه لا ينبغي لك أن تمكر بأحد أبدا، أن تمكر بأحد من المسلمين، لأن عاقبة المكر وعاقبة الكيد تعود على فاعلهما. عاقبة المكر وعاقبة الكيد تعود على فاعلهما. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: استكبارا في الأرض ومكر السيء. لاحظوا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الآية التي جاءت كأنها قانون: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فكل من مكر بمسلم أو كاد لمسلم لا بد أن يعود المكر وأن يعود الكيد عليه ولو بعد حين. ولذلك نقرأ أيها الإخوة في آيات القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى لمن كان في معية الله وجاء من يمكر به، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الدفاع عن هذا الإنسان. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومعنى ويمكر الله أي ويجازيهم على مكرهم أو ويفشل مكرهم الذي أرادوا. عندما نقرأ أيها الإخوة في آيات القرآن الكريم كم وكم من أنبياء الله سبحانه وتعالى مكر بهم أقوامهم، كم كادوا لهم، كم حاولوا أن يوقعوا بهم السوء والأذى، ولكنهم كانوا في عناية من الله سبحانه وتعالى، في حفظ من الله عز وجل. نقرأ أيها الإخوة في قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود، وكيف أرادوا أن يقتلوه وهيئوا لذلك خطة يعني توازعوا الأدوار فيما بينهم ليصيبوه بالسوء، ولكن الله سبحانه وتعالى أفشل مكرهم. في نفس السورة في سورة النمل التي كنا نتحدث عنها يقول الله سبحانه وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. لاحظوا الآن الخطة: ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا، الله على هذا البيان العجيب، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قبل أن يوقعوا الأذى بسيدنا صالح نزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى ومكره الذي لا يرد وبأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية أراد كفار مكة أن يمكروا به عندما أراد أن يخرج مهاجرا إلى المدينة من مكة، فكان الله سبحانه وتعالى معه. القرآن الكريم صور هذا المعنى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يأسروك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نحن أيها الإخوة في زمن أعداء الإسلام كلهم
يمكرون بالإسلام، يمكرون بأهله، يمكرون بالمسلمين، يخططون، يدبرون. وينبغي علينا أن نأخذ حذرنا وأن نكون على أهبة الاستعداد وأن نقابل مكرهم بمكر مثله أو أشد، ولكن ونحن معتصمون بدين الله عز وجل وبحبل الله مستمسكون، عند ذلك يفشل الله مكر أعداء الإسلام ويرد مكرهم عليهم جل وعلا. لاحظوا أيها الإخوة، في آخر سورة إبراهيم نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في الحديث عن المشركين وعن الكافرين، وما يصدق على الكفرة السابقين يصدق على الكفرة الحاليين، فملة الكفر واحدة وعداؤهم للإسلام واحد وإن اختلفت العصور والدهور. يقول: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لاحظوا هذا البيان العجيب أيها الإخوة. وقد مكروا، جاء بقد التي تفيد التأكيد والتحقيق، وقد مكروا مكرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بمكرهم. وعند الله مكرهم، وقدم ما حقه التأخير، قدم الظرف ما حقه التأخير لإفادة الحصر. قال سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. علماء التفسير يقولون: إن هنا بمعنى ما، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن مكرهم ضعيف واهن لن تزول منه الجبال، ولن يزول منه إيمان المؤمنين، به إيمان المؤمنين، لأن إيمان المؤمنين ويقينهم وعقيدتهم كالجبال الراسيات، لن يزيلها مكر هؤلاء. لاحظوا: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان، يعني وما، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فأنت أيها المسلم لا تمكر بأحد من المسلمين، ومن كان يمكر بك فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يكفيك مكره ويكفيك كيده. وأعداء الله الذين يمكرون بنا ينبغي أن نمكر بهم أشد مما يمكرون، ولكن في كلا الحالتين، سواء كان من يمكر بك من المسلمين أو من غير المسلمين، ينبغي أن تكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، معتصما به عز وجل، لاجئا إليه بحالك، مستمسكا بعرى دينك. عند ذلك يكون الله سبحانه وتعالى لك حافظا، لك أمينا، لك معينا، يصد عنك كيد الكائدين ويصرف عنك مكر الماكرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم هذه السلسلة من التدبر، والتي جاءت في 15 حلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يثقل بها موازيننا يوم القيامة، وأن يختم لنا بخاتمة الحسنى أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.